عسلامتكم الناس كل، مرحبا بكم مرة أخرى معايا في كوجينتي. رجعت لكم كيف ما العادة، ولاقت عنا عادة إن شاء الله بحويجة بنينة ومشتهية وتونسية 100%. حاسين اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا شباتي المهدي. خليكم متبعوا معايا لحظة بلحظة، روسات سهلة وبنينة وما فيها حتى شيء، وعلى أصولها كما نقولوا، خاطر بالحق ودتني بها صاحبتي مهدوية يرحم والدها، ديديكاس سبيسيال مدام سهير. راهي جات بنينة ويرحم والديك يا سهير، بالحق ننصحكم باش تعملوها. يلا ما نطولش عليكم اكثر من هكا، خليكم تدخلوا معايا الكوجينه وتكتشفوا الروسيت. نتوكلوا على ربي ونبداو. كما تراو هنا في لي زانغريديون، تستحق رطل فرينه 500 غرام فرينه، يعني نتوما تنجموا تعملوا كيلو كيما تحبوا، انا باش نعمل كان رطل. عليهم شويه ملح، الملح ديما نقول حسب الرغبه، مغرفه سكر، مغرفه نتاع ماكله يعني. وهنا عندي 10 غرامات خميرة متاع خبز، بستعمل 100 مليلتر زيت زيتونة. تنجمو تقسمو شطار زيت زيتونة شطار زيت نباتي، وإلا تنجمو تستعملو زيت نباتي أكهو. هنا عنا ماء دافي، نصبو بشوي بشوي الماء بالضبط بالضبط، ما نعطيكمش الحكار. عينا ميزانة نصبو حتى اللي تلملنا البات متاعنا. يلا نتوكلو على ربي ونبداو نخلطو. اول حاجه باش نعملها قبل ما نبدا نخلط، باش ناخذ شويه ماء دافي، نعاود دافي يعني كي نحط صبعي هكا ما نتحرقش، باش نحط فيه الخميره هذيك نتاعنا، خميره الخبز، خاطر كي تاخذوه سخون راهي الخميره ما تعطيش مفعول. ونخلطه هكا ونخليوها تخمر شوي، تنوريكم كيفاش. ونزيدوا معاها السكر، هذا السكر باش يذوب زاد كيما قلت لكم، خليهم شويه ونرجعوا لهم ان شاء الله. كيما تراو هنا غطيتها الخميره وخليتها تخمر هكا، قاعده تتفاعل، قاعده تعمل في الكشكوش نتاعها. اونطخوطون باش ناخذ الفرينه نتاعي نصب فيها هكا الملح نتاعنا هذاك، كيما قلت لكم الملح حسب الرغبه معناتها، خاطر فما شكون ياكل مالح فما شكون ياكل مسوس. بسم الله، ونحاول ندخلو شويه فك الفرينه كيف ما ترى، قد ما نزيد خليها قد ما تزيد ما شاء الله تتفاعل الخميره نتاعي. باش تنشحلكم يلزمكم تحطوا ماء دافي كيما قلت لكم، كاينه كابوتشينو. نبدا نصب شويه، نعمل حفره صغيره بسم الله ونصب ما فيها حتى شيء العملية. أكل كشكوش هذيك زادة نحاول نفرخها ونبدأ نلم بشوية ونصب زادة في الزيت بسم الله، ونلمو العجينة متاعنا أونتخ تون. إن شاء الله كل شيء واضح، ما فيها حتى شيء الحكاية. أما ردوا بالكم من صابين الماء بشوية بشوية، بما أنه باش نصبو عينا ميزانا ما نصبوش مرة واحدة، بشوية بشوية باش ما تجيناش جارية تتهلك لنا العجينة نتاعنا. 100 مليلتر زيت زيتونة أنا حاطة، كيما قلت لكم تنجمو تحطو حتى زيت نباتي، وإلا تخلطو بين زيت زيتونة وزيت نباتي كل اختير وقدرو حسب التقريب، يجي حسب التقريب شطار كاس. فوالا، ونبداو نلمو بشوية بشوية ونحطو بجنبنا شويه ماء دافي، وكل ما نستحقو شويه نصبو شويه ماء. بدات العجينه نتاعي تتلم كيما تراو فيها، باش نحطها تاو على الكونتوار ونختمها غادي خير. ونبداو عاد نلمو فك البات ونعجنو نعجنو 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 كيف ما العاده، كل وحده وجهدها، كل وحده وذريعاتها. اللي عندكم ماكينه تنجمو بالطبيعه تعجنوا بها حتى للي نتحصلوا على بات مزيان. المهم ما تمشيوش هاكم معايا، تنوريكم ان شاء الله في قدرة ربي بيان سور على شنو تحصلت. كيف ما قلت لكم تصبوش برشا ماء بشويه بشويه، ولا مش باش نزيد انا ماء، باش نكمل نعجن باللي تحصلت عليه.
هذه البات نتاعي كيما تراو فيه تعجنت مليح، حسيدو حطيتها في شقايلة نظيفة شوية يدوب شوية، حطيت فارينة تحتها تاعو باش نغطيها ونخليها تخمر شوية من زمان ان شاء الله حتى اقل. المهم الروحة ولات دوبل والروحة كيف خمرت سي بون، وقتها ان شاء الله نرجعوا لها. اونتخ طون باش ما نتعطلوش نمشي نحضروا الحشو نتاعنا ولا ونرجعوا لها ان شاء الله. هيا وينكم، هاني رجعت بعد ما خمرت البات نتاعي. اونتخ طون كيما قلت لكم حاولت نربح الوقت وحضرت لي زانغريديون نوريهم لكم ان شاء الله. كيما تراو في البات تبارك الله بسم الله طاوة على الاخر كيما ريتو ما فيها حتى شيء. مع الدنيا توا سخونه بصراحه فيت في حتى نص ساعه يظهر لي تخمر، يعني تنجم تخليوها حتى اقل من ساعه يظهر لي. جوست توا باش نخرج لها الهواء نتاعها وبعد نقسموها هكا هاو سي في حتى شيء. هذو الكيبرات نتاعي البول اللي خرجتهم عملت 6، تنجموا انتم تعملوا اكبر كيما تنجموا تعملوا اصغر كيما قلت لكم كيما تحبوا انتم. تاو باش ناخذ واحده منهم ونبدا نفرش فيها، يعني بسم الله نفرش شويه هكا فارينة باش نبدا بالكعبه الاولى ونبدا نحل فيها بعدهم شويه باش نجم نخدم بسم الله ونتوكلوا نحلوها الكعبه اللي تتحل مليح مليح. فوالا عجينه ما شاء الله طاوة كيما قلت لكم ما فيها حتى شيء، جوست لازمها تخمر مليح والحكايه يبدا صحيح. قدره ربي تجيكم حاجه باهيه وبنينه وناجحه. هذه الكعبة متاعي كما قلت لكم تنجموا تعملوا أكبر كما تنجموا تعملوا أصغر. أونتخ طون شعلت على الغاز متاعي نقص شوية لطن اللي كملت. هنا باش نعمل الكعبة متاعي بالحشو، بالحشو اللي يستعملوه للشباتي متاع المهدية، شباتي المهدية الأوريجينال معناتها اللي هذه ودتني بها صاحبتي مهدوية، يعني يجي فيها عظم مقصوص كيف ما تحبوا انتوما نورمالمون جويد جويد، تجي فيها الهريسه، تجي فيها جبن ذاك توابع، تن نستقطروها على الاخر بيان سور، وهنا عندنا معدنوس وبصل مقصوصين جويدين هما اللي باش يبانوا بيان سور. هذوما الشابات المهديه واللي يحب اوبسيون اكثر ولا اقل يستعمل اللي يحب. جوست حبيت نقول لكم ونودكم هي الاوريجينال باش متسمي وكل واحد ياكل اللي يساعده والاوبسيون اللي يحبها بيان سور. اول حاجه باش نحطوها بسم الله هي الهريسه، الهريسه سا ديبون والحروريه اللي تحبوها انتوما بالطبيعه. تنجموا زادا كان تحبوا تستعملوا هريسه عربي للي يحب. نعاود هذوما لي زوبسيون نتاع شابات المهديه، واللي يحب يعمل حاجه اخرى زايده والا ناقصه تنجموا بيان سور، خاطر كل واحد ياكل على حسب الجو نتاعو بصراحه وحسب التحرحيره. ديجا الهريسه ضربتني في خشمي. هنا عندنا زاد الجبن المثلث نحطوه على هريسه من الاول ونرفسوه للي تتحل الكعبه نتاعنا على كبر الورقه نتاعنا معناتها. فوالا تحبوا دوبل تنجموا تستعملوا بيان سور زوز توابع، خاطر كي يقولوا كعبه شباتي دوبل معناتها تجي فيها زوز توابع جبن ولا كعبتين عظام. اما نحنا في الدار بيان سور ندلوا رواحنا باللي عندنا وباللي نحبوا وباللي يساعدنا. على الفازة باش نعمل دوبل اللي هي ميم با دوبل خاطر تركع بتجبن كليتها يعني. بون كيما ريتو البات ما شاء الله ما تنقبتش ما تقطعتش، معناتها بات ناجحه والحمد لله. كيما تعرفوا نجيكم بقدرة ربي ديما كان بالناجح، سينو ما نجيكمش الجمله راه صدقوني ما تكيني
نود في ولادي هكا هاو هاك تغفصت هذيك فوالا. توا باش نحط شوية عظام في شيرة بركة يعني في النص هذا هكا هاو. بيان سور تنجمو تقصو العظام كيما تحبو انتوما، يعني تنجمو تقصو أكبر من هاك كيما تنجمو تقصو أصغر من هاك. التون كيما قلتلكم استقطرته مليح 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 ما يبقاش بالزيت نتاعو. وهنا عندنا معدنوس فيه شويه بصل قصيتهم مع بعض. هذه شباتي المهدي، هذوما لي زوبسيون نتاع شباتي المهدي. ان شاء الله كل شيء واضح. قاعده جانسيست باش ما يتغشوش علينا جماعه المهدي، خاطر هذه الاصل والباقي كله تقليد. بسم الله كيما تراو تهزو بشويه، تحبوا تعملوها فرشيته كيما تحبوا تروليوها هكا بشويه بشويه حتى تعطي فورم مزيانه زاده شويه هكا جوست باش تتسكر. هاي كيما قلت لكم اونتر طون الغاز نتاعي قاعد يسخن. ان شاء الله كل شيء واضح. سهنا راهي ما فيها حتى شيء، نهزوها بشويه ونحطها فوق الغاز. بسم الله هذا الطاجين نتاعي اللي نطيب فيه. انتم بيان سور طيبوا فوق اللي يساعدكم، فوق مقلب فوق طاجين كما تحبوا انتم. اي فوالا حطيت الكعبه الاولى قاعده تطيب. نار ناقصه وديما نتفقدوا اونتر طون نكملوا كعبات اخرين باش نربحوا الوقت، ما نقعدوش نستناو فيها. هاي رجعت لكم هنا، حبيت ننسيستي نقول لكم راه تنجموا تحطوا اللي تحبوا كيما معناتها المطبقه. المطبقه فما شكون ياكلها بلا شحم، فما شكون تا ولاو يعملوها غوفيزيتي بالاسكالوب، خاطر فما عباد ما تحبش ما تاكلش الشحم ما يساعدهاش صحي. هذيك شنو هي شباتي المهدي. تنجموا تبدلوا لي زوبسيون، تنجموا تحطوا شويه هريسه كيما تراو هنا. انا باش نحط شويه شويه هذيا مسحتها على الكل، خاطر ولدي الصغير ما ياكلش الحار بصراحه. تنجموا تعملوها بالجامبون، تنجموا باللي تحبوا بالحاجه انتم اللي تساعدكم، راه ماهيش اوبليجي عليكم تعملوا هذوك. جوست فوالا حبيت نفهمكم لي راهو هذيك هي شباتي المهدي الاوريجينال الاصليه. تجيب لي زانغريديون هذوكم وكا هاو. ونكملوا بنفس الطريقه، تنجموا حتى فرشيته تعملوها الفازه هذيك، تنجموا تستغنوا عليها هكا كان مزروبين ولا حاجه، جوست التسكيره باش تجي ازين شويه كوا وكا هاو. اما اللي مزروب ينجم جوست يسكر فرشيته وديما يمشي فيها حتى شيء. هاي حتى هكا سهل. انا هنا كعبات نتاعي الاخرين قاعدين يتيبوا، مادام عندي بلاصه نزيد كعبه اخرى. بسم الله ونتفقد ديما هاي كبديت هذيك. بسم الله حمارت نقلبها ان شاء الله واضح. بسم الله واضح. هذوما الكعبات نتاعنا كيما تراو فيهم قاعدين يطيبوا، ديما نحاولوا نتفقدوهم ندوروهم وجه وقفاه، ونحاولوا زاد الشيره اللوطانيه كيما هكا نكليو بكعبه اخرى ونوقفوها باش تطيب تحمار ما تبقاش نايه، معناتها تطيب وجه وقفاه، ومن لوطه شويه زاد نوقفوها باش ما تبقاش كيما قلت لكم بيضه. يظهر لي سهله اسهل من هكا ما فماش، وبنينه وفيه وما شاء الله على الاخر. وحاجه سهله كيما قلت لكم في السيفون بلوس فيت في، ما تستحقش برشا تعب وبرشا شقاء. فوالا ناخذ كل مره حاسين ندوروا. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه مفهومه وصلتكم المعلومه 100%.
وهكا هاو عليكم كان تعملوا جيم وبارتاج وابونيفو ابونيفو ابونيفو باش يصيركم ديما جديد دي بقدر تربي. ونستنى رايكم خاطر بالحق رايكم يهمني ويشجعني ويخليني ديما نرجع لكم بحاجات بنينه ومشتهيه وفي متناول الناس كل بقدر تربي. زاد شويه اما باش نقلبها نقعد ديما هكا كنقلب حسيب يا ما تبخلوش عليا عاد نستنى جماتكم ورايكم.